الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فقيه الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر والمنعود بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحيد الله فإن التوحيد رأس الطعام واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنان وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا موزرا اللهم أيدهم تأييدا كاملا
وافرة. اللهم اهزم الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك الهنود واليهود وأمريكا وإسرائيل الذين أخرجوا عبادك من ديارهم وظلموا عليهم وقتلوا نساءهم وصبيانهم وهدموا مساجدهم. اللهم اهلكهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم فرق بين قلوبهم، اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا، اللهم وفق لنا أن ننفذ كتابك وسنة نبيك في باكستان. اللهم وفق لنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح شأننا. اللهم أنت الشافي، اشفنا اشف مرضانا مرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا مستمرا، شفاء كاملا عاجلا مستمرا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريا مريعا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير عاجل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر أبي وحواريهم وأنصارهم وأصحابهم، اللهم اغفرهم مغفرة تامة كاملة. اللهم اغفر أبي عطاء الرحمن مغفرة تامة كاملة. اللهم ادخله الجنة، جنة الفردوس، جنة الفردوس مع الأبرار مع الصالحين. اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. آمين. اللهم يا رب العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.